افتتح مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي عسيري فعاليات الملتقى العلمي الثاني لطلبة قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل والمعرض المصاحب بقاعة المؤتمرات والمحاضرات بالفناتير في الجبيل الصناعي. افتتح الدكتور علي بن حسن عسيري مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل فعاليات الملتقى العلمي الثاني والمعرض المصاحب لطلبة وطالبات قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل وذلك بقاعة المؤتمرات والمحاضرات في مدينة الجبيل الصناعية. كما يعلم الجميع أن الهيئة الملكية حريصة كل الحرص على تنمية العقل الإنساني بالدرجة الأولى، لأننا نؤمن أن تنمية البشر هي أهم من أي تنمية أخرى أو أي مجال آخر، ويعد الطلاب هما الطبقة الواعدة أو الجيل الواعد الذي يجب أن نهتم به في الهيئة الملكية. نحن ندعم الطلاب بكل ما أتينا بالخبرة العلمية بالخبرة المادية وخلافه، ونتمنى بمشيئة الله أن تصل اختراعاتهم هذه إلى المستوى العالمي بمشيئة الله. ووفقا للجنة المشرفة على الملتقى فإنه يعمل على تطوير مواطن الإبداع لدى الطلاب والطالبات وفرصة كبيرة لعرض ابتكاراتهم وأبحاثهم. يشرف قطاع كليات المعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل افتتاح الملتقى العلمي الثاني لطلبة قطاع الكليات والمعاهد بالجبيل، والملتقى هذا طبعا تمهيدا للمشاركة في المؤتمر الطلابي السابع المقام في المدينة المنورة إن شاء الله خلال شهر صفر من عام 1438. الحمد لله كانت المشاركات جيدة. أنا طالب مشارك في المؤتمر العلمي الثاني، مشاركتي عبارة عن سيارة صغيرة تشتغل بالطاقة الشمسية بدون بطاريات. للاقتصادية السعودية عبد الله الغصنة الجبيل الصناعية.